سواء موجود اللي هو الرئيس الاستاذ فهد المطوع، لكن الكره اولا عند باريوس، مرور وتمريره وفرصه عند الرويلي ممتازه، كره في مكان سليم، الله زميلهم ولاعبهم قبل موسمين الان هو من يسجل في مرماهم، هو من يسجل في مرماهم، وهو من يجعلهم يعضون اصابع الندم على فقدان لاعبهم احمد الحضرمي. احمد يسجل الاول للرايد، كره الرويلي وصلت الى حضرمي، المطالبه بلمسه يد في الكره الماضيه، لكن حكم اللقاء احتسبه هدفا صحيحا للرايد، هدف يفرح الرئيس، هدف يفرح المتابعين،